وفي سهل نينوى تجمع الأهالي من مختلف المذاهب والقوميات لتقديم التعازي بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مشددين على ضرورة الالتزام بنهج أهل البيت، وأن تكون ذكرى الاستشهاد درسا بليغا في ردع الظلم والظالمين وعدم السكوت عن الحق، وخطى في وحدة العراقيين كلمة وصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نعزي العالم الإسلامي أجمع ومراجعنا العظام وإمام الزمان إمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حقيقة اليوم هو يوم أربعينية الإمام الحسين. حقيقة ترسخ هذه الثقافة لدينا، لدى أبناء سهل نينوى بشكل خاص، ولدى أبناء العراق بشكل عام، أنه اليوم انتصار المظلوم على الظالم. اليوم لابد للظالم أن يعرف أنه ليس من الممكن أن ينتصر يوما من الأيام طالما هناك حق وطالبين الحق. فنجدد عزاؤنا في هذه الأيام المباركة، ونقول نحن على نهج أهل البيت عليهم السلام، وخاصة على نهج أمير المؤمنين ونهج أهل البيت بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم ولكل أبناء الشعب العراقي الأجر والثواب بذكرى 40 أبي الأحرار عليه السلام. كما تعلمون ويعلم الجميع بأن هذه المناسبة يعني تم إحياؤه سنويا في كربلاء المقدسة، حيث الملايين يزحف صوب يعني ضريح أبي الأحرار والإمام العباس لإقامة هذه الشعيرة، لكن أيضا في محافظة نينوى سنويا يقام هذه الشعيرة، وأهالي محافظة نينوى بمختلف مكوناتهم حقيقة يسيرون يعني اتجاه أو صوب هذه المقامات الدينية، في مقام الإمام العباس هنا في العباسية، وكذلك مقام الإمام الرضا، وكذلك مقام الإمام زين العابدين الإمام السجاد عليه السلام في علي قرية علي رش. فبالتالي هذه المناسبة يحيى سنويا في محافظة نينوى اعتمادا على مبدأ كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. فبالتالي أيضا حقيقة هنالك يعني جهد خدمي من كل الأجهزة الأمنية والخدمية ومن الأهالي في هذه المواكب وهذه الخيرات اللي موجودة في أي مكان تتحرك هنالك الخيرات والمواكب، وهنالك المحبة يزداد يوم بعد آخر لأهل البيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين يجمعنا اليوم في سهل نينوى، هذه المواكب التي تخدم زوار أربعينية الإمام الحسين، تجد فيها طوائف عديدة ومجتمع متعدد، تجد المسيح والصابئة والأزيدية وأنفسنا وشيعة أمير المؤمنين، كلها متآخية، وأكثرهم لا يعرف هذا من أي طائفة ومن أي دين، ولكن مجرد من لوجود التعريف خادم في الموكب، خادم في الموكب لا أكثر ولا أقل. وهذا هو كما كان يسعى إليه الإمام الحسين برسالته. أسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين ويعم الأمن والأمان. بعدما كانت الموصل أرض إرهاب، اليوم هي ثاني محافظة على مستوى العراق، وهذا كله حتى لا ننصل لمن له الفضل بدماء الشهداء الزاكيات، شهداء الحشد والقوات الأمنية والجيش، وحتى شهداء المجاهدين الذين هم ليسوا لفئة معينة ولكن جاهدوا في سبيل الله.